شوطنا الرابع في تعداد أشواط مساء هذا اليوم، شوطنا الرابع مكملا للجولة الأولى في هذه التحديات الحاضرة في هذا الانطلاق المسائي الجميل الحاضر على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم وهذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. ختامي المرموم في هذه الانطلاقات المسائية الجميلة والرائعة في يوم العمالقة، ننطلق بهذا الشوط اللي يحمل في طيات العديد والعديد من الأسامي اللامعة والشعارات المتميزة اللي سطرت إنجازاتها بحرف من ذهب في هذا العالم الساحر حتى وصلت هذه الفئة العمرية مع الكبار وتحديات ورقص الكبار دائما أحلى وأمتع في هذا العالم الساحر. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع البداية والمقدمة. أرى هناك اللي على صدارة هذا الشوط منذ البداية، ياتي القسام من ينطلق بناموس هذا الشوط ويندفع الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى. حمد بن راشد بن غدير يتابع القسام اللي انفرد انفراد كلي بناموس هذا الشوط منذ البداية، منذ البداية حط فارغ ما بينه وما بين البقية، يلي مع المركز الثاني ناصي لسعيد بن مهير بن حمد برحمة الدرمكي ياتي على مستوى المركز الثاني، المركز الثالث يصل يتقدم مهول لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، ومع المركز الرابع وصول في هذه اللحظات مع حبيب سالم بن محمد مهم العامري ايضا سجلات حافلة بالانجازات والتحديات يتقدم على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس مبلس سالم بن سلطان بن غالب المنصوري القادم من ميدان الوثبة من عاصمة الميادين ياتي بتحدياته وانطلاقة مبلش مع المركز الخامس. سادسا مشاهدينا متابعينا الكرام يتسلل يتقدم في هذه اللحظات خداع لعبد الهادي بن حمد بن ترحيب من نايف الهاجري من ياتي بدوره على مستوى المركز السادس. المركز السابع من الجانب الآخر، من الجانب الآخر الوصول في هذه اللحظات من صفوان ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، ومع المركز الثامن ارى الاسم القادم في هذا الانطلاق وبهذا الاندفاع الجميل مرزام لسهيل بن عبيد بن محمد العامري يتقدم بدوره مع المركز الثامن. تاسع الانطلاقات، تاسع التحديات من الجانب الاخر ضاري لراشد بن عبد الله راعي الطيره العامري يقدم ضاري مع المركز التاسع وعاشر الانطلاقات، عاشر التحديات ما يهاب مطر بن عبد الله بن عبد الله مطر بن حمد بن عبد الله بن فلاق الاكتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة. ندانا الأول، جولتنا الأولى في أول أشواط الزمول المهجنات الأصايل وأمسية الكبار والرقص مع الكبار دائما أحلى وأمتع مع هذا الانطلاق المتميز. نعود مع الصدارة والعودة أحمد إلى مقدمة هذا الشوط، والقسام ينفرد، ينفرد بالصدارة، ينفرد بالمقدمة. انباعد المسافة، انباعد المسافة، يغرد خارج السرب وحيدا منطلقا مندفعا بالتحديات هذا الشوط، ومع الكادر العلوي، مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج والقنوات الناقلة لهذا الحدث. نتابع المسافة، نتابع المسافة ما بينه وما بين البقية في هذا الانطلاق المتميز في هذه الصورة الجميلة والرائعة عبر قناة دبي ريسينج من صحاري المرموم. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني، وأرى شعار من غالب مدى يتسلل في هذه اللحظات مع مبل السالم بن سلطان بن غالب المنصوري يقدم، يقدم مبلش ياتي بتحدياته ايضا مع المركز الثاني، المركز الثالث من الجانب الاخر، ولكن الوصول، الوصول مع صفوان من بدا يتقدم
مع المركز الثالث لناصر بن عبد الله المسند، مهول رابعا لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، شعار الصعب المضمرين ياتي ايضا بهذا الانطلاق وبهذا التحدي بانطلاقة مهول مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول في هذه اللحظات مخداع لعبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري، يقدم 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 تحديات خداع مع المركز الخامس. المركز السادس يصل يصل صغان للشيخ حامد بن محمد بن ركام العامري، وعلى مستوى المركز السابع التحديات من الجانب الآخر مع مرزام السهيل بن عبيد بن محمد العامري. ننطلق مع المركز الثامن كي أرى التقدم المخيف لعلي بن محمد بن علي العامري، يتسلل بدوره بأول ندى مع المراكز المتقدمة. المركز التاسع من عمق الميدان اللي وصل في هذه اللحظات نتابع السياسي عامر بن عوض بن عدان الصيعري، قادم من ميدان السويحان ياتي الصيعري بهذا الانطلاق المتميز. ومع المركز التاسع ناصي لسعيد بن مهير بن حمد برحمه الدرمكي، عاشر الانطلاقات عاشر التحديات وصول مع الميق لمحمد بن سالم بن محمد بن غماض الراشدي، يتسلل بدوره بأول ندى أيضا يتدخل مع المركز العاشر. هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة للمرة الثانية. ولكن أرى هناك أيضا أسامي وشعارات لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة، نترقبها في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع القسام اللي ينفرد انفراد كلي بناموس هذا الشوط وبهذا الشعار، شعار محمد بن راشد بن غدير الاكتبي الواثق من قدراته دائما. من ينفرد بتحديات هذا الشوط؟ ولكن مع المركز الثاني مخيف ياتي ايضا بهذا الانطلاق مع مخيف مع المركز الثاني لعلي بن محمد بن علي بن عيف العامري القادم من الظفره، القادم بتحدياته وانطلاقاته يصل بدوره مع المركز الثاني. ولكن مهول من الجانب الاخر لسعاده محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، والقدوم مع السياسي عامر بن عوض بن عدان الصيعري، يتسلل في هذه اللحظات بهذا الانطلاق المتميز، يتسلل بدوره مع المركز الثالث المركز الخامس تحديات خداع لعبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري، الوصول مع المركز السادس. الأسامي القادمة، التحديات القادمة، الميق لمحمد بن سالم بن غماض الراشدي، يتسلل بدوره مع المركز السادس. المركز السابع تحديات مبلش سالم بن سلطان بن غالب المنصوري، ياتي بهذا الانطلاق مع المركز السابع. وثامنا من الجانب الاخر التقدم في هذه اللحظات، الوصول من شعار بالعضيلي القادم مع المركز الثامن. ياتي شعار الشاعر يتقدم في هذه اللحظات بهذا الانطلاق مع ممتع أحمد بن محمد بن سعيد بن عضيلي العامري، يقدم ممتع. ولكن اللي وصل مرزام لسهيل بن عبيد بن محمد بن لحاس العامري، يتسلل في هذه الانطلاقات مع المركز التاسع. المركز العاشر يا أبو حمد تابع للقادم في هذه اللحظات والتحديات، التحديات أيضا مع صفوان لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. هذه النتيجة، النداء الأخير للحشر المراكز المتقدمة. ولكن بنعود مع الصدارة، غادرنا لوحة الكيلو المتر الأخير، الكيلو
الحسين المثير والقسام على الصدارة ينفرد انفراد كلي بناموس هذا الشوط، ولكن الراشدي يعني الهجوم بتحدياتي الميق 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 القادم من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة. يأتي محمد بن سالم من غماض الراشدي يقدم الميق يقدم الميق، ولكن التحديات مع مهول لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتب وشعار بن لحاس مع المركز الرابع مرزام السهيل بن عبيد بن لحاس العامري. التحديات أيضا مع ممتع لأحمد بن محمد بن سعيد بالعضيل العامري. اللحظات الأخيرة نعاد للقرية التراثية والقسام، القسام هو الأقرب، هو الأقرب لناموس هذا الشوط، ومهول قادم مهول 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 مع المركز الثاني. السلامات لأهالي مرغم، لأهالي مرغم في الحالتين مع انطلاقة وتحديات القسام، ولكن مهول مهول. واللحظات اللحظات الأخيرة القسام 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 ينتزع ناموس هذا الشوط، قام راس وانهى الشوط راس. تهانينا لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، سلام للواثق بتحديات القسام ولحظات وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني مهول لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. المركز الثالث جاء الميق لمحمد بن سالم بن غماض الراشدي. المركز الرابع تحدياتي قناص لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، ومع المركز الخامس ممتع لأحمد بن محمد بالعضيل العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة في هذا الشوط. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية مع هذا الانطلاق المثير والرائع، ومع تحديات القسام اللي قاد الشوط منذ البداية. لياتي بالسلامات والتحايا لهالي مرغم في هذا الانطلاق المثير وفي هذا التحدي الحاضر. تابع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام 12 دقيقة 43 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، والسلامات لأهالي مرغم. بينما اللي وصل مع المركز الثاني 12 دقيقة 44 ثانية جزء واحد من الثانية، اللي هو مهول لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. بينما اللي وصل مع المركز الثالث جاء الميق مع المركز الثالث ب 12 دقيقة 46 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لمحمد بن سالم بن غماض الراشدي، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا الكرام.